بون بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. كيما شفت التحضيرات ديالي في ظروف جيده، ورانا نحضروا بعد الخساره في المباراه الاخيره، وين تجرعنا خساره كيما نقولوا، وين ضرتنا شويه وين ما كناش نسناو فيها. ولكن هذا راجع بزاف ظروف، منها تاجيلات تاع الرابطه الوطنيه وين ضرتنا بزاف. ما يخفى لكش بلي لعبنا 3 مقابلات في 72 يوم. كيما يقول لك هذا الشيء غير مقبول، وجامي شفناه في البطوله في السنوات اللي فاتت. هذا الشيء وين درنا بزاف، وين دخلنا في مقابله الاخرى ضد الشباب القبائل، وين كنا بالك راحوا لنا شويه لي روبير تاع لي ماتش، على بالنا باللي الانصار ماهمش راضين علينا 100%. احنا راح نسيو في هذو لي سي ماتش اللي بقاو، راح نسيو نخدموا اكثر واكثر. بون كيما شفت فريق دفاعيين راه مليح، سواء كي نقولوا دفاعيين نقولوا من المهاجمين وارجع حتى المدافعين، عندنا منظومه دفاعيه مليحه. هذه سابقه نظن في البطوله الوطنيه، وين ما استقبلناش في 7 مقابلات كامله، ولعبنا ضد فرق ملاح، ضد فرق اللي يلعبوا في بوديوم، اللي عندهم افضل هجوم في البطوله. هذا الشيء ساعدنا في سلم الترتيب، خلانا توجورنا في البوديوم. انصار تاع مودي الجزائر وين يستاهلوا كل الخير، وشفناهم تنقلوا معنا في تنقلات صعيبه وتنقلات بعيده، وشفناهم توجور يكونوا قبلنا في الصطاد، يكونوا بعدد معتبره، يقدموا لنا الدعم المعنوي في المباريات. نطلب منهم ان شاء الله يزيدوا يكملوا معنا في هذه المقابلات بقوه، يزيدوا يساندونا وما نخيبوهمش ان شاء الله في نهايه البطوله ان شاء الله.